السلام عليكم ورحمة الله، الحمد لله وبعد. تقبل الله طاعات وكل عام وأنتم بخير. أنا فتحت التسجيل، كنت أريد أن أسجل موضوع معين، وصراحة نسيت ما هو الموضوع، صراحة نسيته تماما، يعني ما أنا متذكر شو القصة. ولكن قلت لعلي أتكلم بشيء إن شاء الله يكون هو أفضل مما كنت أريد أن أتكلم فيه. فيذكرني هذا الفيسبوك أن هناك منشور كان قبل سنة فيه مقطع من أثر مهم جدا. قال: يدني الله عز وجل العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه فيستره من الخلائق كلها، ويدفع إليه كتابه في ذلك الستر، فيقول، يعني يقول الله للعبد، يدنيه يقربه ويستره ويعطيه كتابه ويقول: اقرأ يا ابن آدم كتابك. قال: فيمر بالحسنة، يعني هو يقرأ الآن، يمر بالحسنة فيبيض لها وجهه ويسر بها قلبه، فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ أتعرف هذه الحسنة أنت التي فعلتها؟ فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يا رب أعرف. فيقول: إني قد قبلتها منك. قال: فيخر لله ساجدا. اللهم تقبل منا أعمالنا. قال: فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك يا ابن آدم واعد في كتابك، ارجع كمل اقرأ. قال: فيمر بالسيئة فيسود لها وجهه ويوجل منها قلبه وترتعد منها فرائصه ويأخذه الحياء من ربه ما لا يعمله غيره. قال: فيقول الله عز وجل: أتعرف يا عبدي؟ قال: فيقول: نعم يا رب أعرف. قال: فيقول: إني قد غفرتها لك. قال: فلا يزال حسنة تقبل فيسجد، وسيئة تغفر فيسجد، فلا ترى الخلائق منه، الخلائق لا يدرون ماذا يحصل معه، فلا يرون منه إلا السجود. قال: حتى تنادي الخلائق بعضها بعضا: طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط. سبحان الله، ولا يدرون ما قد لقي فيما بينه وبين الله عز وجل. ما أرحم الله. هذا قاله ابن رجب كما في تفسيره المجموع، وجاء تصديق ذلك في الأحاديث والآثار كما روى عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله شواهد. الفكرة سبحان الله، هذا جزء، أنا طبعا اقتطعت هذا مقتطف من مقال مهم جدا، مهم جدا والله، لطيف، مقال لطيف ورائع ومرتب. اقرأوه على مهلكم، لعلي أضعه في التعليقات أو ما أدري في الديسكريبشن، بعنوان: هبك عفى عنك، هبك عفى عنك فأين الحياء منه. إيش يعني هبك؟ كلنا نسعى لعفو الله سبحانه وتعالى ورحمته، فأين الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ هذا العبد الذي نسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا من فضله، يكون يعفو الله عز وجل عن سيئاته، ولكن هذا الحياء، هذه لحظات الحياء التي يكون فيها، صعبة صعبة صعبة. وفي تفصيل يعني في المقال، فيرجعوا له. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. السلام عليكم.